كيف تقيمون عمليات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لحد الآن؟ يعني المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة يعني لا تفي بالأغراض التي تأتي من أجلها، حيث أن قطاع غزة تعرض إلى عدوان شرس من الجانب الإسرائيلي أو من الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى كارثة حقيقية في قطاع غزة على جميع المستويات، يعني سواء على مستوى الإنسان والشهداء والجرحى، حيث أن هناك ما يقارب 20,000 جريح حتى هذه اللحظة، أيضا على مستوى المباني ومستوى الحصار الذي شدد أيضا في هذه اللحظات ومنع الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وعربات الدفاع المدني. يعني نحن نعتقد أن هذه الشاحنات التي تدخل لا تفي باحتياجات القطاع من سواء للمستشفيات أو غيرها من القطاعات الأخرى. أذكر أخي الكريم أنه في أوقات سابقة ما قبل الحرب كان يدخل إلى قطاع غزة ما يقارب 500 شاحنة يوميا، فتخيل أنه يعني الفرق الكبير ما بين ما يدخل إلى قطاع غزة هذه الأيام، حيث أنه يدخل ما يقارب ما بين 20 إلى 30 شاحنة يوميا. فرق كبير جدا جدا. يعني لو تركنا الأمر كما هو سابقا كان من المفترض أن يدخل خلال هذه الأيام لا يقل عن 10,000 شاحنة إلى قطاع غزة. تخيل هذا الفارق الشاسع ومدى الكارثة التي يعيش القطاع في الوقت الحالي. نعم، وهو واضح. أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة الأستاذ هشام عدوان، كنت معنا مباشرة من غزة.